احنا بالنسبة لنا في حاجات طبعا في البيئة بتاعتنا مشهورة، الكركديه والسوبيا والعرقسوس ومية البلح وحاجات كتير جدا. اهم حاجة بس ناخد بالنا دي اللي بنبتدي بيها الاول، ان في بعض المشروبات دي ممنوعة لبعض المرضى، يعني مفيش مريض بياخد ادوية مانعة للتجلط ياخد عرقسوس، دي معروفة وممنوعة لهذا النوع من المرضى. وطبعا كمان الناس اللي عندهم سكر العرقسوس من الحاجات الغير مستحبة. طب الكركديه والحاجات اللي زي كده لو بسكرها بسكر دايت ماشي مفيش مشكلة، لكن ما تبقاش ده معناه ان انا استهلاكي في رمضان من السكريات ان هو يزيد. ممكن اشرب كركديه، التمر هندي، كل والسوبيا والحاجات الموجودة دي كلها، دي حاجات كلها صحية. السوبيا دي عبارة عن جوز الهند، ممكن انقع البلح في لبن، يعني كل دي حاجات بس في حدود ايه الوحدات الحرارية المطلوبة مني طوال اليوم. هو طبعا كل الناس، في ناس طبعا كتر خيرهم هم اللي بيخدمونا في وظائف هي اللي قايمه عليها الحياه، فما بيقدرش كل يوم يفطر مع اولاده او مع اسرته في البيت، طب يعمل ايه؟ مطلوب منه طبعا هو هياكل المتاح ليه، هو في الشارع، فلاما في عربيه بتبيع اكل صح كده، لاما مثلا في حد في عامل فطار وهو قاعد معاهم، هيراعي اللي احنا اتفقنا عليه. هنكسر صيامنا بحاجه دافيه، اي نوع من الشوربه متواجد قدامه وهيقوم يصلي، نفس الكلام اللي قلناه. طب قدامي مش موجود عندي غير حاجات عيش فينو ومحطوط فيها حاجات، ماشي يبقى قلل كميات العيش وكتر البروتينات اللي قدامك مع السلطة، هي نفس الكلام. بس أهم حاجة برضو يكون متأكد من سلامة الأكل اللي بياكله، الحفظ بتاع الأكل. أنا باكل بره البيت لازم أكون متأكد من إن الأكل اللي باكله ده كان محفوظ كويس، كان في مكان كويس، هي دي اللي أنا بقوله. للأسف الشديد الأكل الجاهز اللي احنا بناكله في المحلات ساعات بيبقى فيه وحدات حرارية زايدة، الدريسنج والحاجات المايونيز والحاجات الموجودة فيه، فعلى قد ما أقدر لو كان ده هو اللي قدامي أخد منه ما ينفعني، الخضار، البروتينات، مع نقلل العيش وحاجة دافية ومصدر ممكن بعد كده من السكريات لو كان فيه تمر أو خلافه.